ومع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية، برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكثر، سواء من حيث الحوكمة أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة. فمن حيث الحوكمة يتجه الاهتمام من خلال مراجعة قانون الولاية والبلدية لتكييفه أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، الانتقال إلى نمط السير العمومي القائم على النتائج، إشراك المنتخبين المسؤولين المحليين في المشاريع الاستراتيجية للدولة مثل مشروع مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الجاري حاليا في المدرسة بحضور ومشاركة ممثلي الولايات النائية والحدودية، تبني مقاربة ديمقراطية تشاركية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار.